بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بنشرح urinary system. urinary system is concerned with production of urine. is concerned with production of urine. urinary system consists of two kidneys, two ureter, one urinary bladder, and urethra. Two kidneys, two ureters, urinary bladder, one urinary bladder in the middle, and urethra. والurethra تفرق male عن female kidneys. شكل الكدني is bean shape. شكل حبة الفول bean shape. طولها 12 سنتي. العرض 6. الثيكنس 3. يبقى اللينث طول 12، العرض 6، والثيكنس 3. كأننا بنقسم على 2، 12 في 6 في 3. أنا باصص لها كده، ليها 2 سيرفس. سيرفس قدامي هو سيرفس لورا، 2 سيرفس، 2 بوردر، سيرفس أنتيرور وبوستيرور، 2 بوردر، ميديال ولاترال، 2 بول، سوبيريور وإنفيريور. يبقى 2، 2 سيرفس، 2 بوردر، 2 بول، يعني 2 اند. اند ادي اند صغيره هي سوبيريور واند انفيريور. كيدنيز لايز اون ذا بوستيريور ابدومينال وول. ادي رايت كيدني، ليفت كيدني لايز اون ذا بوستيريور ابدومينال وول اون بوث سايد اوف ذا فيرتبرال كولوم. يعني الفيرتبرال كولوم اللي في النص وعلى جانبي هقابل الكيدنيز. ألاقي الرايت كيدني at lower level than the left، عشان هنا موجود فوق الرايت كيدني الليفر فبيزقها لتحت شوية. على الأبر بول of both kidneys، يعني الرايت كيدني أو الليفت كيدني الاتنين على الأبر بول بتاعهم، هقابل جلاند اسمها سوبرارينال جلاند. نشوف كده، أدي سوبرارينال جلاند على الأبر بول بتاع both kidneys. يبقى kidneys lies on the posterior abdominal، نايمة على البوستير ابدومينال وول on both sides of the vertebral column. الاقي الرايت كيدني at lower position than the left، وادي على الابر بول في سوبرا رينال جلاند. ايه هو الاستراكشر بتاع الكيدني؟ اخدت مقطع طولي في الكيدني، كيدني ماسكها في ايدي ورحت واخد مقطع طولي كده وفتحتها وبصيت من جوه عشان اشوف تركيبها، بشوفه بالعين المجردة. ايه اللي انا شايفه بعيني؟ بره اهي ادي الكدني، شوف متحاطة بفايبرس كبسول. كبسول رفيع، خط رفيع، سهل جدا انك ستريبت، سهل جدا انك تشيله. هدخل لجوه شوية هلاقي الحتة دي لونها متساوي، هو كله زي بعضه، هسميه الكورتكس القشرة. يبقى البره او الاكسترنالي لونه زي بعضه اهو، واسميه الكورتكس. يعني ايه لونه كله واحد؟ مفهوش اختلافات، مفهوش حتة فاتحة وحتة غامقة، سميه كورتكس. هدخل لجوه أسميه المضلة، ميديالي ده المضلة. تباديل حتة غامقة مع حتة فاتحة، حتة غامقة مع حتة فاتحة، دي اسمها المضلة. الحتت الغامقة دي بسميها بيراميد. يبقى تاني خدت مقطع طولي في الكدني من بره لجوه، أي الكبسول يغلفها من الخارج أهو. هدخل تاني، تاني طبقة هقابلها شايفها من جوه، ادي الكورتكس القشرة موجودة لاترالي كلها لون واحد. المضلة فيها حتت غامقة مع حتت فاتحة، الحتت الغامقة دي بسميها بيراميد. لاحظ البيراميد كده، بيراميد يعني شكل هرمي، او في المقطع لقيها مثلث. البيز بتاعها لاترالي والايبكس بتاعها اتجاهه ميديالي، ده الغامق هنا بسميه بيراميد. الجزء الفاتح ده بسميه رينال كولومز، ده عبارة عن امتداد من الكورتكس في النص جوه المضلة بتوين البيراميدز. يبقى ده امتداد من الكورتكس، جزء من الكورتكس extends between the pyramid. يبقى اللي بره كورتكس، اللي جوه مضلة، مضلة عبارة عن حتت غامقة مع حتت فاتحة، الحتت الغامقة اسمها بيراميد،
الحتت الفاتحة اسمها رينال كولمز، وهي عبارة عن جزء من الكورتكس. البيراميد انا شايفه هو مثلث الشكل او بيراميد الانشاء هرمي الشكل، البيز بتاعته لاترال اهو، والابيكس ميديالي. تمام، ادي الابيكس، ادي بيراميدز تانية اهي، ادينا في المظلة، وادي البيراميد، البيز لبره لاترالي، والابيكس اهي. نقطة الابيكس دي نقطة التقاء اخر نقطة في الابيكس بتاع البيراميد، هسميها بابيلا. يبقى الابيكس بتاع البيراميد هنا سميته بابيلا. ايه اللي فتح في البابيلا او في الابيكس اوف ذا بيراميد؟ حاجة اسمها ماينور كاليسز. يبقى دي ماينور كاليسز، بيراميد تاني هنا يبقى دي ماينور كاليسز، وادي كمان ماينور كاليسز، وهكذا. ماينور كاليسز وماينور كاليسز وماينور كاليسز كمان يتحدوا مع بعض كذا ماينور كاليسز، ويفتحوا لي يعملوا لي ميجور كاليسز. بقابل في الكدني حوالي من 3 ل 5 ميجور كاليسز يتحدوا مع بعض ويعملوا لي بدايه اليوريتر وبدايه الحالب، اهي الحته الواسعه دي فانل شيب، واسمي الجزء الواسع ده بلفس اوف ذا يوريتر، بلفس اوف ذا يوريتر. يبقى تاني الاستراكشر اوف ذا كدني، لما اخد فيها مقطع من بره هنا فيه كبسول فايبرس كبسول بيحط او يغلف الكدني من بره. اول حاجه هشوفها هنا ادي الكورتكس لاترالي، ميديالي الاقي جزء حتى فيها غامق مع فاتح بسميها مظله، الغامق بسميه بيراميد، الابيكس بتاع البيراميد اهو النقطه الالتقاء دي بسميها بابيلا، البابيلا فتحالي في ماينور كاليسز، كذا ماينور كاليسز يفتحوا مع بعض يعملوا لي ميجور كاليسز. الميجور كاليسز ادي واحد اتنين تلاتة اهم فاتحين مع بعض عشان يعملوا لي اول جزء في اليوريتر، حته فانك شيب حته دايليتد من اليوريتر بسميها رينال بلفس او بلفس اوف ذا يوريتر. ايه هو اليوريتر؟ دي يا دوبك قناه بتمتد وشايلاه اليورين من الكدني فوق، يبقى الكدني خلاص كونت اليورين. يبقى انا كل اللي عايزه من اليوريتر اللي ينقل لي اليورين اللي اتكون في الكدني من فوق خالص عند البوستير ابدومينال وول، فوق عند ال 3 من ال 1 و 2 و 3 كده ينزل، ادي اليورين ينزل فيه لحد ما يوصله لي اليورينري بلادر تحت في البلفس. يبقى الحالب او اليوريتر عباره عن قناه ناقله لليورين من الكدني الى اليورينري بلادر. تمام، وهنلاحظ شكل اليوريتر او قناه اهي، يا دوبك اولها بس اللي دايليتد او فانل شيب بنسميه رينال بلفس او بلفس اوف ذا يوريتر، وبعد كده قناه اهي تمتد معايا لحد اليورينري بلادر تحت. عباره عن ايه؟ تيك وول ماسكولار اورجان، الوول بتاعه تيك علشان ينقل لي اهو ده ينقل لي اليورين بروباجيت يورين تحت داون وورد ناحيه اليورينري بلادر، برضه تنيم لي على البوستيريور ابدومينال وول. وصلنا لايه؟ لليورينري بلادر. ماسكولار اورجان هو فاضي ما بيتملاش غير بيورين بس، ما فيهوش يورين، يبقى هولو ماسكولار اورجان. شوف هنلاحظ السكنس بتاع الوول بتاعه، والاتنين دول اتنين، ده ادي اليوريتر وادي اليوريتر، بيفتحوا لي فين؟ اهو ادي الاوبننج بتاعتهم في اليورينري بلادر. الاوبننج اللي تحت دي انترنال يوريسترال اورفيس بتوصل لي الى اليوريسترا. يبقى ادي اليورينري بلادر هولو ماسكولار اورجان، فتح لي اهو اليوريتر، يبقى هنا يبتدي ينقط فين؟ اليورين، علشان ينزل من هنا ادي الانترنال يوريسترال سفنكتر عشان يوصل لليوريسترا. شكل البلادر بيراميدال انشي. هبص للميوكاس ممبرين بتاع اليورينري بلادر، عامل لي فولدز انسناءات علشان يسمح للتمدد ان المساحه والسعه بتاعتها تاخد زياده، كلها عباره عن انسناءات ما عدا المثلث ده. المثلث اللي موجود جوه في اليورينري بلادر اهو في البوستيريور وول بتاع اليورينري بلادر حدوده، ادي الاوبننج بتاعه اليوريتر وادي الاوبننج الثانيه بتاعه اليوريتر وفوق والتحت الاوبننج الانترنال يوريسترا سفنكتر او اوبننج اللي موصله لليوريسترا،
ده منظر مثلث، المثلث ده أملس مفهوش أي انسناءات زي بقية الميوكوس ممبرين أو الانترنال ستراكشر بتاع اليورينري بلادر. يعني الجزء ده ممكن يتمدد لأن فيه انسناءات فولس، الانسناءات دي اسمها الفولس بتاعتنا تسمح له بالتمدد. الجزء اللي على موجود في البوستيرور وول بتاع اليورينري بلادر اللي هو ناعم ده مفهوش أي انسناءات ده بنسميه الترايجون، ده بنسميه ترايجون. ترايجون جزء مثلث نايم في البوستيرور وول بتاع اليورينري بلادر في الانترنال بتاعها، يعني ده ضمن الانترنال ستراكشر بتاعتها، ده ما بيتمددش، املس ناعم مفهوش انسناءات زي دي. مكانها فين اليورينري بلادر؟ هنا اهي، دي اليورينري بلادر، ده فيميل بلفس، بصت لها سواء هنا اهو، سواء ميل او فيميل، لايز بيهايند ذا بيوبك بون، دي البيوبك بون وراها اليورينري بلادر، ده فيميل هنا، ده ميل بلفس بردك، اليورينري بلادر لايز بيهايند بيوبك بون، البون ما بيفرقش هنا ميل عن فيميل، يبقى اليورينري بلادر سواء ميل ولا فيميل لايز بيهايند بيوبك بون. امال ايه الفرق؟ ادي اليورينري بلادر ان فيميل، وراها ايه هنا بقى؟ الفاجينا، ده الفيميل جينيتال سيستم، وراها هنا الفاجينا. يبقى اليورينري بلادر ان فيميل بلفس، اليورينري بلادر لايز ان فرونت اوف ذا فاجينا ان فيميل بلفس، انما ان ميل بلفس ذا يورينري بلادر لايز ان فرونت اوف ذا ريكتم، in front of the rectum. يبقى دي اليورينري بلادر in male pelvis، وراها ايه اليورينري بلادر في الميل؟ على طول rectum، انما هنا في الفيميل وراها مين؟ الفاجينا. يوريثرا اخر حاجه في اليورينري سيستم، بيفرق الميل عن الفيميل يوريثرا. عموما اليوريثرا extend من اليورينري بلادر to exterior سواء in male او female، بتنقل اليورين من اليورينري بلادر عشان تخرج بره الجسم خالص. في الفيميل كل ادي دي اليورينري بلادر، شوف الثيك وول بتاع البلادر اهو، طلع لي منها مين؟ الفيميل يوريثرا، ده فيميل بلفس، طولها 4 سنتي، طولها 4 سنتي، تنقل اليورين اهو من اليورينري بلادر ماشيه اهي، وطلعت الاكستيريور، الاكستيريور ده حتى في الفيميل، في الفيميل اكسترنال جينيتاليا اسمه الفيستيبيول، اسمه الفيستيبيول. والاوبننج بتاعت الفيميل يوريثرا ان فرونت اوف اوبننج اوف ذا فاجينا، دي الفاجينا اهي، الاوبننج اوف ذا فاجينا، الاوبننج بتاع الفيميل يوريثرا ان فرونت اوف ذا اوبننج اوف ذا فاجينا، الحته دي بنسميها ميل يوريثرا. لو فاكرين الفيميل يوريثرا كان طولها 4 سنتي، ميل يوريثرا طولها 20 سنتي، طويلة 20 سنتي واس شيب تقريبا. الميل يوريثرا كومون واي للفور يورينري اند جينيتال سيستم، كومون واي مشتركة ما بين اليورينري سيستم اند ميل جينيتال سيستم. divided into three parts، ادي اول جزء فيها بروستاتيك بارت عشان ماشي في البروستاتيك جلاند اهو، بيخترق البروستاتيك جلاند. جزء تاني قصير قوي بنسميه الممبرينس بارت، واطول جزء بنسميه البنايل بارت او سبونجي يوريثرا، بنايل بارت عشان ماشي في البينس. يبقى ميل يوريثرا divided into بروستاتيك بارت، ممبرينس بارت الجزء الصغير ده، and benign أو spongy part. البروستاتيك بارت، بروستاتيك بارت of male urethra بنقول عليه بروستاتيك ليه؟ لأنه ماشي في السبستانس بتاعت البروستات، بيخترق البروستات وبيستقبل ايه؟ دي حاجة اسمها ejaculatory duct، هنسمع عنها في الميل genital system، بيستقبل دي اسمها ايه؟ ejaculatory duct. شايلة ايه الإيجاكيولاتوري دكت؟
دي تبع الايجاكيولاتري داكت، دي الايجاكيولاتري داكت دي شايله السبير والسيمينال فلويد. الله، ما احنا قلنا ان الميل يوريثرا قناه دي مشتركه بين تو سيستم، يورينري سيستم اند ميل جينيتال سيستم. يعني ممكن هنا ادي في يورين تبقى الميل يوريثرا شايله اليورين، يبقى انا شايل اليورين. الله، يبقى انا هنا تبع اليورينري سيستم. مفيش يورين، الانترنال يوريثرا سفنكتر دي انفولانتري بتقفل خلاص ات تايم اوف ايجاكوليشن، الانترنال يوريثرا سفنكتر دي بتقفل واليورين يتنيه فين؟ في اليورينري بلادر، ويبقى موجود فيها ايه؟ ايون السكريشن اهو اللي جاي ثرو ايجاكيولاتوري داكت. القناه الصغيره البيضه في واحده يمين وواحده شمال اتنين، ويفتحوا لي فين؟ في البروستاتيك يوريثرا. يبقى التايم اوف ايجاكيوليشن بيبقى السكريشن اللي جاي من الميل جينيتال سيستم عن طريق التو ايجاكيولاتوري داكت هو اللي موجود في البروستاتيك يوريثرا ويكمل في بقيه البارتس بتاعه اليوريثرا. يبقى الميل يوريثرا ده مشترك قناه مشتركه بين يورينري سيستم اند ميل جينيتال سيستم. ات تايم اوف يورينيشن بيبقى ماشي فيها يورين اوت تو ذا اكستيريور. ات تايم اوف ايجاكيوليشن الانترنال يوريثرا سفنكتر هنا بتقفل. امال ايه اللي بيبقى موجود داخل الميل يوريثرا؟ او اولنا هنا اول جزء هو البروستاتيك، بيبقى موجود السيمن اللي هو السبرم زائد السيمينال فلويد اللي وصل للمنطقه دي عن طريق التو ايجاكيولاتوري داكت. يبقى دي البروستاتيك يوريثرا. هكمل بعديها اهي الحته الصغيره دي بسميها ميمبرينس يوريثرا. ميمبرينس يوريثرا صغيره قوي، طب انا مهتم بيها ليه ومديها اسم لوحديها؟ لانها سراوندد باي اكسترنال يوريثرا سفنكتر. الحته اشوف حواليها مصل، المصل دي اراديه، هي بالاراده هقول اقدر، انا مش عايز اعمل يورينيشن دلوقتي، بارادتي اقدر اتحكم فيها. يبقى دي الاكسترنال يوريثرا سفنكتر مصل اراديه، اقدر اقفل هنا بارادتي خلاص واقفل الجزء بتاع الميمبرينس بارت. يبقى دي الميمبرينس بارت تاني جزء من الميل يوريثرا، مهم قوي لانه اللي بيحوط بيه من الناحيتين اهو، مش من يحوط بيه داير داير، يعني حاجه اسمها عضله مهمه قوي اكسترنال يوريثرا سفنكتر، ودي عضله اراديه. اخر بارت وده اطول بارت اللي ماشي في البينس، ممكن نقول بنايل بارت صح او سبونجي بارت، او اخره الاكسترنال يوريثرال اورفيس، اخره خالص اهو الاكسترنال يوريثرال اورفيس. يبقى اليورين يطلع من هنا تو ذا اكستيريور ات تايم اوف يورينيشن اكسترنال يوريثرال اورفيس. طب نفترض في تايم اوف ايجاكوليشن الانترنال يوريثرال سفنكتر اللي موجوده هنا في اليورين برادر دي بتقفل لا ارادي، يبقى اللي موجود لي هنا في الميل يوريثرا السيمن اللي هو السبرم زائد السيمينال فلويد هو ده بردك اللي ممكن يخرج عن طريق الاكسترنال يوريثرا سفنكتر تو ذا اكستيريور. بنعمل مراجعه صغيره، وات از ذا لينث اوف ميل يوريثرا 20 سنتي، which part of the male urethra receives the openings of the ejaculatory duct طبعا البروستاتيك part. And thank